الحقيقة النهاردة هنتكلم عن خلطة وبناء على طلب حضراتكم لإزالة القشر من الشعر. والخلطة دي هنوضحها كده لقشر الشعر. خل رباني وزعتر وزيت زيتون وحبة حبة البركة وزيت اللوز وحشيشة الدينار والحنة والخل. الحقيقة هنا الكميات اللي بتبقى موجودة يعني بناخد خلة رباني معلقة، زعتر معلقة، زيت زيتون بناخد الكميتين معلقتين من زيت الزيتون، حبة البركة بناخد معلقة صغيرة، زيت اللوز بناخد معلقة منه، حشيشة الدينار بناخد معلقة صغيرة، حناء معلقة صغيرة، خل معلقة كبيرة. بنخلط دول كلهم على بعضهم وبنستخدمها ان احنا ندلك بيها فروة الرأس، فبتشيل كل ما يسمى بالقشرة بتاعت الشعر. وبعدين في نقطة مهمة جدا يعني اتكلمنا فيها، رب العزة جعل الرجلين بتبقى دايما سخنة والايه يعني سخنة اسخن والايه والرأس بتبقى باردة. لو الفرض اللي جه العكس كده وبقت الرأس ساخنة والرجلين باردة بيتكون قشر الشعر، وعشان كده ده يعتبر خلل في الدورة الدموية. والخلل اللي في الدورة الدموية ده احنا بنقدر نشيله عن طريق الحاجات الطبيعية، لانما في ناس كتيرة جدا بتستخدم الانتي داندروف اللي هو مضادات القشرة الكيميائية. مضادات القشرة الكيميائية اللي بتبقى موجودة في عدد كبير جدا من الحاجات اللي بيعلن عنها بتبقى لها دروباكس، يعني لها تأثيراتها الجانبية. لكن معروف ان الزعتر والخلة وزيت الزيتون وبعدين زيت اللوز وحشيشة الدينار والحنة والخل، بالخل هنا بتبقى معلقة صغيرة جدا. وعلى فكرة في ناس كتيرة جدا تقول لك الخل نحطه على الرأس، الخل من الحاجات الجميلة جدا، وانا اتكلمت قلت الخل له فوائد عظيمة جدا، واتكلمنا يمكن ايه او يمكن حياتي مع حضراتكم اللي قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخل.